تشهد العلاقات بين مصر وجيبوتي تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيره الماضيه على كافه المجالات، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زياره جيبوتي في اول زياره يقوم بها رئيس مصري الى البلد الافريقي، وهو الامر الذي يؤكد على قوه ومتانه العلاقات بين البلدين. علاقات متميزه بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسميه والشعبيه في ظل التنسيق والتشاور الدائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي، العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطوراً في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي في عام 2019. لقاءات قمة جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي تشير إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث انعكست اللقاءات الرسمية بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا أشاد خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي وخلال تلك الزيارة عقد رئيس مباحثات موسعه مع الرئيس الجيبوتي وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشان ابرز الملفات المطروحه على الساحه الاقليميه خاصه في منطقتي شرق افريقيا والقرن الافريقي اللقاءات الثنائيه بين مسؤولي الدولتين شهدت كذلك التباحث بشان عدد من موضوعات التعاون الثنائي وذلك في ظل التعاون الثنائي والاقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركه وصون الامن والاستقرار خاصه في منطقتي القرن الافريقي والبحر الاحمر هذا وتقدم مصر الدعم الفني والدورات العسكريه داخل منشاتها ومعاهدها العسكريه للكوادر العسكريه الجيبوتيه في التخصصات المختلفه كما ان هناك تعاونا بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحه الارهاب والتطرف من خلال تنشيط الاليات القائمه لتعزيز علاقات التعاون العسكري والامني وكذلك حمايه البحر الاحمر من التهديد الارهابي وعمليات القرصنه الدوليه